الفترة الأخيرة قوات النظام صعدت قصفها على هذه البلدة من جميع المحاور، من قلعة شلف وكنسبة، مما أدى إلى نزوح أهالي البلدة من جديد. وتم القصف، يعني قصف عنيف وتصعيد قوي على هذه البلدة، مما أدى إلى نزوح الناس من هذه البلدة وعدم تحملهم لهذا القصف. صعدت قوات النظام من قصفها لمنطقة ريجس الشور الغربي وخصوصا بلدتي الدامة والناجي ومر عنده بعض المزارع والبلدات الأخرى. طبعا وهذه البلدات والمناطق داخلة ضمن منطقة منزوعة السلاح. طبعا صعدت قوات النظام بقصفها من راجمات الصواريخ وبالإضافة إلى المدفعية الثقيلة، بالإضافة لاستخدام قذائف تحمي القنابل العنقودية وهي محرمة دوليا. طبعا وسبب هذا القصف شهداء وجرحى وايضا دمار في الممتلكات العامه من المنازل والمحلات التجاريه. طبعا ونتيجه الهدوء التي شهدته هذه المنطقه بالفترات السابقه سبب هذا الامر حركه نزوح من اتجاه المخيمات باتجاه هذه البلدات والمناطق، ولكن نتيجه القصف الاخير الذي شهدته المنطقه للاسف اضطر إلى المغادرة مرة أخرى باتجاه الشريط الحدودي.